لغز التوأم الصامت. بدأت القصة عندما أنجب زوجين توأم من البنات، وكانوا متشابهين في كل شيء. ومنذ الصغر لاحظت الأم أنهم بمجرد إبعاد واحدة منهما عن الأخرى تنفجر كل واحدة منهما بالبكاء دون توقف حتى تعود الثانية. عندما كبر قليلا كانت لديهم حاسة تسمى اضطراب الكلام، حيث يتحدثان الاثنان لغة غريبة لا يفهمهما الأب أو الأم أو أي إنسان آخر. استمر ذلك بسنوات، وزاد الأمر غرابة بعد ذلك، حيث توقف عن الحديث بشكل مطلق. وفي المدرسة يحصلون على أعلى العلامات ولكن لا يتحدثون أبدا. تعرضوا للتنمر من نصف طلاب المدرسة بسبب غرابتهم، أما النصف الثاني فكان يخاف منهم بسبب غرابتهم في كل شيء. يقفان معا ويجلسان معا ويتحركان معا وكأنهما إنسان واحد انقسم إلى اثنين، ولا يبدو عليهم أي تعابير من الفرح أو الحزن أو الغضب أو البكاء، ويتجاهلون أي شخص يحاول الحديث معهم. وفي المنزل لا يأكلون إذا كان هناك أي إنسان في المنزل، بل يأكلون بمفردهم في غرفتهم. حاولت الأم إخراجهم من هذه الحالة، فأجبرتهم على الجلوس مع العائلة لتناول الطعام. فجلسوا بالساعات ولم يتناولوا الطعام حتى رق قلب الأم، فتركتهم للعودة لغرفتهم لتناول الطعام. وفي المدرسة عند وقت تناول الطعام يذهبان إلى أبعد مكان منعزل بعيد عن الجميع، ويتناولا طعامهما في الخفاء. عرضتهم الأم وهما في 12 من عمرهم على طبيب مختص، فأخبرها الطبيب أن لديهم حالة تسمى حالة الصمت الانتقائي، وهي حالة مرضية فيها الطفل يختار عدد قليل من الناس للتواصل معهم ويتجاهلون البقية، ولكن عند التوأم اختاروا أن يتواصلوا مع بعضهما فقط وتجاهلوا العالم بأسره. بعد ذلك تم نقلهم لإحدى مدارس الحالات الخاصة، وتحسنت حالتهم قليلا حيث أصبح يضحكان. اكتشفت المعلمة أنهما يتحدثان بالإنجليزية ولكن بطريقة غريبة تجعل من الصعب أن يفهمهما أحد، وخاصة أنهما يتحدثان بسرعة. وفي العمر 13 تحسنت حالتهم، ولكن زادت قرابتهما من بعض، وكتبوا في مذكراتهم أنهم يتمنيان لو يعيشان حياة طبيعية بعيدا عن الأخرى، ولكنهما يشعران أنهما شخص واحد. وفي 16 من عمرهما تم فصلهما عن بعضهم لمحاولة إجبارهم على حياة طبيعية، فذهبت إحداهن للعيش مع جدتها في مدينة أخرى، وظلت الأخرى مع والدتها ووالدها، والنتيجة كانت قاسية حيث ساءت حالتهما، لا يأكلون ولا ينامون بشكل طبيعي، وأصيبت إحداهم بالتشنج حيث تصبح كالمشلولة نتيجة عدم استجابة العقل لإرسال الأوامر بالحركة لأعضاء الجسم، فلا يتحرك أو يمشي أو القيام بأي شيء. ولم يصمد الأهل وأعادوا التوأم للعيش معا، وحصلت إحداهم على وظيفة في إحدى المكاتب، ولكنها لم تستطع العمل بها لأنها لم تستطع الابتعاد عن الأخرى. كتب كتاب عن قصة حياتهم وفشل ذلك الكتاب، فزاد الاكتئاب لدى التوأم، وكرهت كل واحدة الأخرى، حتى إن إحداهم كتبت في مذكراتها أنها ترغب في قتل أختها لكي تعيش حياة طبيعية. نما لدى التوأم كراهية تجاه العالم من غير البشر، ورغبة في التدمير للتعبير عن غضبهما، فحرقوا مبنى للتخزين. كان المبنى فارغ، ولكن الحريق تسبب في اشتعال النار في مباني أخرى، وقبض عليهما ودخل السجن. وبعد شهر تم تحويلهما لمبنى الأمراض العقلية، فقررت المستشفى فصلهما عن بعض، وكانا يكتبان رسائل لبعضهما بعد الفراق في المستشفيات. وقالت إحداهن في رسائلها أنها تشعر أنها ستموت قريبا. كان من المفترض أن يظل في المستشفى عاما واحدا فقط، ولكن كلما اقترب موعد خروجهما
يرفض القاضي حتى ظلوا في المستشفى 12 عاما. وفي يوم من الأيام كتبت إحداهن قصيدة تقول فيها: كنا ذات مرة اثنين، خلقنا لنكون واحد، والآن لم نعد اثنين، من خلال الحياة أصبحنا واحد. في اليوم الثاني لهذه القصيدة ماتت إحداهن فجأة، على الرغم من أنها لم تكن مريضة. والغريب أن الأخرى لم تتأثر عندما علمت بالوفاة، وكأنها كانت تعلم ذلك. وفي يوم الدفن كتبت على قبرها قصيدة شقيقتها الأخرى، لأن القصيدة كانت تلخص القصة بأن شقيقتها ستكون طبيعية بعد وفاة الأولى. والأغرب من ذلك أن الأولى بعد وفاة الثانية أصبحت طبيعية جدا واجتماعية. لذلك شكت الشرطة أنها قتلت أختها، ولكن بعد التحقيقات تأكدوا بعدم هذه النظرية. ولكن البعض قال أنها ضحت بنفسها لكي تعيش شقيقتها بشكل طبيعي، وهذا ما قالته أختها الأولى. من قصص منة طارق سليم. لا تكن مثل مالك الحزين، هذا الطائر العجيب الذي يغني أجمل ألحانه وهو ينزف، فلا شيء في الدنيا يستحق من دمك نقطة واحدة. هي رغم ذلك الحياة، ونحن مطالبون أن نحياها كما هي. وما الوهن الذي أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت؟ إننا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة حينما نعيش للآخرين، وبقدر ما نضاعف إحساسنا بالآخرين نضاعف إحساسنا بحياتنا، ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النهاية. لا تشتكي من الأيام فليس لها بذيل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها رحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وعشها في شكره تجد كل ما فيها جميل. أقصى أنواع الألم تلمسه في ثلاث: رحيل الأحبة، وحقد الأقارب، وخذلان الأصدقاء. الحرام لا يشبع حتى وإن كثر، والحلال يكفي حتى وإن قل. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ما يحدث هذه الأيام أن الكل يرفع الأيدي بالدعاء لرفع الظلم، لكن ينسى أن الكل ظالم مستبد، كل في دائرته، فلا يستجاب دعاء، وتغرق الدنيا في المظالم أكثر فأكثر. أحد أفضل الطرق لجلب السعادة لنفسك هي إسعاد الآخرين من حولك، وأحد أفضل الطرق لإسعاد الآخرين من حولك هي أن تكون أنت سعيدا. ينشطر الوجع وتتضاءل أحلامنا لتصبح سرا، ونبحث عن وطن يضم بين جنباته أوجاعنا. كن إنسانا وترق بالله في حال المساكين، هناك من يراقبك حبا، وهناك من يراقبك فضولا، وهناك من يراقبك حسدا وحقدا، فالمراقبون أنواع، فيا رب ارزقهم ضعف ما يتمنون لنا.